بالنسبة للوضع السياسي يعني الجميع مهتم بهالوضع هذا. وضع متأزم، ما زال هالأزمة مستمرة. والأزمة عم تتعقد وعم تتوسع أكثر وأكثر. لكن بشكل عام في العديد من الدول عم بيحاولوا يبحثوا عن الحلول. مو إنه ما عم يبحثوا. عم يبحثوا عن الحلول، لكن الحلول تخدم مصالحهم وليس مصالح المجتمع، وهي الإشكالية كبيرة جدا في السياسة الدولية في سياسة الدول المنطقة. والإشكالية اللي عم نقع فيه هالدول اللي عم يقعوا فيها الحكومات إشكالية يعني لأنهم سياساتهم غير مستندة إلى الأسس والقيم الوطنية الصحيحة. لو فعلا في شيء نوع إن هالحكومات تعتمد على هالقيم الوطنية ما كان صارت كل هالمشاكل. غياب هالروح، الروح الوطنية الحقيقية أدت إلى انهيار الحكومات، سقوط هذه الحكومات حكومة وراء حكومة. وبعض الحكومات عم تعيش في حالة أزمة ولكن متمسكة بزمام سلطتها فقط، عم تحمي سلطتها فقط وليس لحماية الشعب أو لحماية المكونات، لحماية هالشعوب القاتنة في هالدولة. ما للأسف للأسف لو في اللي عم تقع فيه، يعني موضوع السوري موضوع مهم جدا، موضوع تركي موضوع مهم، موضوع العراقي موضوع مهم، كل الدول. لكن مشاكل هالدول كثيرة، السبب غياب. نأمل وكلنا على ثقة أن هذا المؤتمر بنقاشاته وآرائه واقتراحاته سيكون قوة ودعم للقطاع الصحي لشمال وشرق سوريا. طبعا انعقاد المؤتمرات او الكونفرنسات لجميع القطاعات سواء كانت صحية او غير صحية من اجل اخذ القرارات وجاهزية العمل وتحضير للعمل، دخول بعمل الميداني. نحن شمال وشرق سوريا مثل ما ذكر رفيق غريب حسو، طبعا نحن كمان نتأثر بكل العالم بالنظام العالمي، نحن جزء من العالم. شمال وشرق سوريا جزء من سوريا وسوريا جزء من العالم. طبعا هون على هذه البقعة الجغرافية المهمة التاريخية، هذه البقعة اللي كان لها دور تطور الحضارات البشرية، مهد الحضارات كان، واليوم باستطاعتنا مرة أخرى برغم جميع الصعوبات والتحديات الموجودة رجعنا لنفس الدور التاريخي الحضاري. بفكرنا ومشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية
بهذا الفكر نجحنا ووصلنا لهذه المرحلة لهذا المستوى، وباستطاعتنا نعمل خطوات أكبر من خطوات اللي صارت. فلذلك نحن كهيئة الصحة طبعا مع جميع القطاع الصحي سواء كان العام أو الخاص، مرت علينا سنوات وخاصة بسنة سنتين الأخيرتين كجائحة كورونا مرت علينا، بنفس الوقت أمراض كوليرا وزاد الرئتين. طبعا كان هناك جهود، كان هناك جهود لجميع القطاع الصحي الخاص والعام، وبنفس الوقت طبعا نحن في عام 2023 يجب أن نحضر جاهزيتنا بشكل جيد من أجل هذا العام وبالمستقبل، يعني 23 أو والهدف مو بس بالعام نحن فيه ب 2023، الهدف أن نكون لدينا نظام صحي عام. حق سوريا لغاية 1/3/2023 هو 1504 صيدلي، أي أن انتساب 121 صيدلاني خلال العامين المصرمين. بتاريخ 17/2/2021 عقد الكونتراس الثاني لاتحاد صيادلة الصيدلاني حق له ممارسة فخذ منصب كبير في إدارة المشفى أو مدير فني. مدير فني فقط. يعني عرفوا أن لازم يكون كل طبيب مدير إداري كيف. هاي مو قرار تأخير. أنا ما عندي مع هذا القرار يكون مدير فني. ناري ما بالي سازيا كارتكي ازدواجي بس إيه وأنا اسمه إيه ما أعرف هني ليه بس إيه دكتي هي بس فرد تبي حسن سيد الآن. إيه جبو راتب بس بعدين بيجي بيجي. فوني هي بس فرد فوني منظمات هاي. فوني منظمات أقول كيف بدي هي بس فرد بلكي دولار بين بس ناو فوني مازل إنه حيث سيد اللي كاربي. ناجح في كل فعالياته في كل قراراته وبشكل كل أساس. الرئاسة المشتركة اللي تبتر التي تحت بظلتها تلتبس كل يوم القوة والعون والمعنوية. شكرا جزيلا.